بساعة كاملة يا حضرتك في السياسة، بل بإيه؟ بل بينسبوا لنفسهم الفضل إن هم ساهموا في هدوء الساحة السياسية في البلد، وده في ده حاجة، دي حاجة مش معقولة يعني، يعني حرام يا جماعة اللي خلوا السياسة للناس بتوع السياسة، خلوا الجماعة بتوع الرياضة في الرياضة. إذا كانت القضية دي شغلت الرأي العام كله سياسي ورياضي، ما ينفعش نقعد نسخن فيها كده. وأنا برضو أنا آسف جدا، أنا ضد إن الدكتور علاء صادق إنه يتوقف برنامجه، ما ينفعش حتى لو كان هو بيهاجم. إحنا يا جماعة خلاص العهد اللي هو بتاع تكميم الأفواه والكلام من ده كله خلاص، ما عادش ينفع كده ماشي. يعني عايزين إن الدنيا تهدى، لو هدينا يا كابتن هادي هنعرف ناخد قرار، لو هدينا وحطينا قدامنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة إلى آخر الأعداد إن مصلحة مصر فين، صدقني كل حاجة هتتحل. إنما إن إحنا واخدين العصبية ومتشنجين زيادة عن اللزوم. وأنا مرة تانية، مرة أنا 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 مرة تانية أنا بقول للدكتور أكرم الشاعر، وأنا والله العظيم بحبه جدا يعني من زمان، أرجو أرجو إذا كان التعبير خانه، أرجوك يا دكتور أكرم، أرجوك يا دكتور أكرم، إحنا حاليا الاعتذار شيء مش وحش، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت تطلع تعتذر وتقول يا جماعه انا ما كانش قصدي، والله العظيم كل ده هيشقك، يعني انا 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 واحد من الناس، انا واثق مليون في ان انت ما كانش قصدك. وارجو ان حضرتك، ارجو ان انا ما اكونش اتقلت عليك. شكرا. طيب شكرا يا فندم، احنا هناخد فاصل شويه، فاصل استراحه شويه ونرجع لحضرتك.